إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية ونبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. محاولة وقف الهدر والفساد هنتابعه إن شاء الله. الحريري يخاطب المحتجين في ساحة الرياض الصلح، والأحزاب تنسحب بعد أعمال الشغب واعتداءات على القوى الأمنية. لذا يا تيمور سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير كمال جنبلاط. في الذكرى 40 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط، مسيرة حاشدة في المختارة، وجنبلاط يضع كوفية الزعامة على كتفي نجله تيمور. هجوم مباغت للمعارضة على محوري القابون وكراجات العباسيين في دمشق القديمة. أهلا بكم. النهار السياسي اللبناني الطويل بدأ بمسيرة حاشدة في عمق الشوف في المختارة، إحياء للذكرى 40 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط. فوسط الحشود التي فاقت 100,000 شخص والتي جاءت من كافة المناطق في الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، سار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جنبا إلى جنب مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي ألقى كوفية الزعامة على كتفي نجله تيمور، وأوصاه بأن يحمل تراث جده الكبير كمال جنبلاط، وأن يشهر كوفية فلسطين ولبنان التقدمي والأحرار والثوار والمقاومين لإسرائيل أيا كانوا، والمصالحة والحوار، قائلا له: عند قدوم الساعة ادفنوا أمواتكم وانهضوا. أما في ساحة رياض الصلح فالتظاهرة التي انطلقت تحت عنوان رفض الضرائب والمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها من خلال وقف الهدر، فتخللها أعمال شغب وافتعال إشكالات مع القوى الأمنية من خلال رمي المفرقعات النارية ومحاولة إزاحة الحاجز الحديدي الذي يفصل بين المتظاهرين والسراي الكبير، ما دفع الكتائب والاشتراكي والأحرار إلى الانسحاب. التظاهرة ترافقت مع توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الساحة، حيث خاطب المحتجين مؤكدا العمل على وقف الهدر والفساد. الرئيس الحريري وفي تغريدة له عبر تويتر دعا منظمي التظاهرة إلى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية. البداية من ساحة رياض الصلح، حيث ينضم إلينا مراسلنا ربيع شنطف. ربيع تفضل. رشا، منذ حوالي نصف ساعة انتهت هذه التظاهرة التي دعا إليها بعض الأحزاب السياسية وبعض الأطراف المدنية وبعض الشخصيات. طبعا الأمور يمكننا القول أنها عادت إلى طبيعتها، أعيد فتح هذا الطريق المؤدي إلى السراي الحكومي، وكذلك أعيد فتح الطريق الآخر في شارع المصارف. هذان الشارعان قد أقفلا خلال فترة التظاهرة التي يعني يتراوح أعداد المتظاهرين فيها، مثلا القوى الأمنية تقول 2000 شخص، في حين أن المتظاهرين يقول أن هنالك الآلاف الذين شاركوا في هذه التظاهرة. يعني أيضا نشاهد يعني هذا البيكاب التابع لشركة سوكلين يقوم بتنظيف الشوارع وإعادة الأمور إلى طبيعتها خلال هذا اليوم. طبعا الضرائب ورفض أي زيادة على هذه الضرائب أو فرض ضرائب جديدة كان قد رفضه المشاركون هنا، الذين فاجأهم الرئيس سعد الحريري بقدومه إلى هنا ومخاطبتهم عبر مكبر للصوت، وقال إن الحكومة هي مع الناس
الناس، وهي تريد أن تسمع إلى هؤلاء الناس وتقف عند مطالبهم وتعيد النظر بكل الأمور وبما يرضي المواطنين. على كل نستمع إلى أبرز ما قاله رئيس سعد الحريري من هنا من ساحة رياض الصلح. نحن وعدناكم أن نقول ونكون دائما واقفين معكم، وإن شاء الله هتشوفوا إن هيدي الحكومة مع فخامة الرئيس هنكون دائما لجنبكم وجنب الناس ووجع الناس. مزبوط في هدر بالبلد، مزبوط في فساد، ولكن نحن حنهارب هيدا الفساد. أنا حبيت أجي لعندكم هون لقولكم إنه نحن إن شاء الله هذا النوع من الفساد حننهي، وهذا النوع من الهدر بس تعالوا شوي ما بيأثر إن شاء الله حنكمل هالمسيرة معكم ويعطيكم العافية. هني هني شو رح تغيروا؟ يعني هاي السؤال عم يسألوه المواطنين، رح يسألوه للمواطنين انه نحن جينا بثقة الناس. معلش نحن بدنا نكمل هذا المشوار، وهذا المشوار ما حيكون طويل، ومحاولة وقف الهدر والفساد حنتابعه إن شاء الله. بعد يعني خلال هذه التظاهرة التي جرت اليوم كان هنالك أعمال شغب لبعض الشبان الذين قاموا برمي المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية، وأيضا برمي عبوات المياه الفارغة وتلك المليئة بالمياه، بالإضافة إلى أساليب أخرى وعصي رميت باتجاه القوى الأمنية التي حاولت قدر الإمكان ضبط النفس، وفقط ما قامت به هي منع المتظاهرين من الدخول باتجاه السراي واقتحام الحاجز الذي قامت بوضعه هذه القوى الأمنية. وطبعا وزعت صور نشاهدها عن هذه عن بعض الوجوه التي قامت بعمل الشغب، وهي تحمل الأدوات التي رمت بها القوى الأمنية، وأيضا كان هنالك عدد من الصحفيين الذين ينقلون الحدث من بجوار القوى الأمنية. الكل عدد كبير تضرروا نتيجة هذه الإساءات، بالإضافة إلى أمور أخرى وتصرفات أخرى قام بها البعض باتجاه القوى الأمنية التي أصدرت بيان وأكدت فيه بأنها تحترم حرية التعبير ولكنها ترفض هذه الأساليب. وتم التعاطي مع هؤلاء الشبان بطريقة يعني جيدة ولائقة، ولم نشهد يعني اشتباكات كما كنا نشهدها في السابق، وذلك كما قالت القوى الأمنية هي بدافع يعني احترام حرية الرأي. طبعا هذا النهار طويل تخلله الكثير من التعابير والهتافات التي تدعو إلى عدم زيادة الضرائب. رشا. نعم، مراسل تلفزيون المستقبل ربيع شنطف، شكرا لك. وعلى هامش تظاهرة الحراك المدني كان هناك تحرك رمزي لأهالي العسكريين المختطفين لدى تنظيم داعش، حيث قامت أمهات العسكريين بقطع قالب حلوى لمناسبة عيد الأم، مجددين المطالبة بكشف مصير أبنائهم في أسرع وقت. سار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جنبا إلى جانب مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إحياء للذكرى الأربعين لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط في المختارة. ووسط الحشود التي فاقت 100,000 شخص، ألقى جنبلاط كفية الزعامة على كتفي نجله تيمور، وأوصاه بأن يكون مرفوع الرأس وبأن يحمل تراث جده. ادفنوا موتاكم وانهضوا، شعار قاله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يوم استشهاد والده المناضل كمال جنبلاط، وعاد ليكرره في الذكرى الأربعين لاستشهاده وسط مشاركة حاشدة، حيث غصت المختارة وطرقاتها بالمواكب والحشود الرسمية والشعبية التي حملت اللافتات والأعلام اللبنانية والحزبية.
وأبرز المشاركين كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أطل جنبا إلى جنب إلى جانب النائب جنبلاط والنائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما شارك عدد من وزراء ونواب وفاعليات المنطقة. أطل النائب جنبلاط بالكوفية الفلسطينية التي وضعها أيضا الرئيس الحريري والنائب بازي، وألقى كلمة شدد فيها على أهمية المصالحة والحوار ونبذ العنف ودفن الأحقاد والحفاظ على الشراكة والوحدة الوطنية، قائلا لأبنائه وللمشاركين: سيروا قدما، فالحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء. منذ 40 عاما وفي 16 من أذار وقفنا في ساحة الدار وحبسنا الدمعة وكبتنا الحزن ورفعنا التحدي، وكان شعارنا: ادفنوا موتاكم وانهضوا. منذ 40 عاما وبفضل ثقتكم ومحبتكم وإخلاصكم وتضحياتكم قدت وقدنا السفينة سويا وسط الأمواج والعواصف وسط التحديات والتسويات وسط التقلبات والمفاجآت. ندفن الشهيدة والشهيد ونودع الرفيقة والرفيق ونرثي الصديقة والصديق. ادفنوا أمواتكم، ادفنوا موتاكم وانهضوا. وبعد 40 عاما أوصيكم بأنه مهما كبرت التضحيات من أجل السلم والحوار والمصالحة، تبقى هذه التضحيات رخيصة، رخيصة أمام مغامرة العنف والدم أو الحرب. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. وعلى وقع نشيد موطني ألبس جنبلاط الكوفية لنجله تيمور قائلا له: سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير كمال جنبلاط. واشهر عاليا كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين لإسرائيل أيا كانوا، كوفية المصالحة والحوار. وجرى عرض للسيارة التي اغتيل فيها كمال جنبلاط ومرافقيه، ووضعت الورود الحمراء على نصبه. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اعتبر أن ما حصل في ساحة رياض الصلح اليوم هو إنجاز للشعب اللبناني بتعطيل قرار مجحف، مشيرا إلى أن الناس يريدون الإصلاح لا تصفية الحسابات، ودعا إلى التقاط الفرصة من أجل أن يبقى شباب لبنان في أرضهم. يلي نستنجه اليوم هو أنه كل شيء كنا عم نحكي من سنين طويلة لليوم، أنه قصة أكبر منا، وأنه مش قادرين نعمل شيء ومش قادرين نغير، وشو ما حكينا وشو ما عملنا ما في شيء رح يتغير بالبلد. هيدي كسرناها مرة نهائية. وأكبر إنجاز تحقق اليوم هو استعادة الثقة بأنفسنا. ما حدا عنده حقد ضد حدا. كل الناس اللي حكيت بالتواصل الاجتماعي ويلي عبرت عن رأيها اليوم بالشارع بدها تبني دولة، ما بدها تصفي حسابات. خلونا نلتقط هيدي الفرصة، نلتقط هيدي الفرصة، نحط إصلاحات حقيقية، ناخد قرار ببناء دولة قانون، دولة حق، دولة ديمقراطية، دولة سيدة حرة مستقلة. ناخد هيدا القرار كرمالتا ما بقى يلجأوا اللبنانيين لليأس وللشارع وللهجرة. نعطي أمل بالمستقبل لشبابنا وصبايانا يلي عم بيناضلوا وعايشين بهذا البلد وعم بيصمدوا وعم بيشتغلوا من الليل ليل ونهار تيعيشوا بهذا البلد. اليوم نجحنا بالتعاون مع بعضنا البعض أنه نحدد هدف ونتمكن بأنه نوقف
هالقرار المشحف بحق اللبنانيين. يمكن يرجع يصروا عليه، نحن رح نكون موجودين بالمرصاد. في سوريا ساد الذعر في أوساط النظام بعد هجوم مباغت لفصائل المعارضة سيطرت خلاله على 10 قطاعات في محوري القابون وكراجات العباسيين على المدخل الشمالي الشرقي لدمشق. ومنذ قليل أفادت مصادر العربية عن مقتل قائد الدفاع الجوي للنظام في غارة إسرائيلية على الريف القنيطرة. واقع جديد فرضته المعارضة السورية في قلب العاصمة دمشق. هذا المشهد الذي غاب لسنوات عاد في هجوم مباغت تمكنت خلاله فصائل الثوار من تحرير العديد من النقاط في محيط حيي القابون وجوبر. ناشطون سوريون تحدثوا عن تقدم الثوار إلى محيط ساحة العباسيين التي تضم الكراجات وسيطروا على منطقة القابون الصناعية ومعامل الغزل والنسيج ومؤسسة الكهرباء والساد كوب ومعامل الحلويات في العاصمة. تحول المعارضة من الدفاع إلى الهجوم يأتي نتيجة الضغط العسكري للنظام وحلفائه من أجل فصل الغوطة الشرقية عن الأحياء الشرقية للعاصمة، وهو إن حصل سيؤدي إلى سقوط تلك المناطق سريعا. هذه المعركة التي يسعى من خلالها الثوار أيضا إلى ربط حي القابون بحي جوبر تسببت بحسب ناشطين في قتل العشرات من عناصر الأسد وأسر نحو 50 بينهم 9 ضباط، في حين أفيد عن تدمير نفق للنظام يؤدي لحي جوبر. النظام الذي فوجئ بالمباغتة سارع إلى نشر دباباته في شوارع العاصمة حيث يتقدم الثوار باتجاه حي فارس الخوري. توازيا تواصلت الغارات العنيفة من النظام على أرياف إدلب وحماة وحلب في وقت وصلت أولى دفعات الأهالي المهاجرين من حي الوعر الحمصي إلى مدينة جرابلس والباب في الشمال السوري. سياسيا اتفقت موسكو وباريس عبر وزيري خارجيتيهما على التعاون للإعداد لمباحثات جنيف المقررة في 23 من الجاري، وأشار الوزير الروسي في اتصال مع نظيره الفرنسي إلى أن عدم مشاركة فصائل المعارضة المسلحة في جولة آسان الأخيرة يدل إلى نية بعض الدول تعطيل التسوية. في سياق خدع النظام تعرضت مذيعة في قناة الإخبارية السورية لموقف محرج أثناء تغطيتها لمستجدات دمشق اليوم، حين كان مذيع القناة يسألها عن حقيقة أصوات القذائف والقنص فنفت المذيع الأمر لتفضحها الوقائع. يعني بطبيعة الحال دائما يرافق إنجاز الجيش العربي السوري مثل هكذا إشاعات ومثل هكذا تضليل إعلامي، اعتدنا عليه إياد واعتدنا وخبرناه جيدا. يعني هناك قذائف يعني كما سمعنا قبل قليل، ولكن قليلة جدا، ولكن وأنا أقف يعني بجانب وأتحدث معك مباشرة على الهواء بدون أي وسائل حماية والكاميرا وأيضا والناس من حولي يتحدثون، نسمع صوت قذائف. كتبت صحيفة إزفستيا أن الجيش الروسي سيأخذ على عاتقه مراقبة الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري وعلى رأسها حزب الله من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. أعلن وزير دفاع العدو الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أن بلاده ستواصل العمل لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله في لبنان. ليبرمان حذر النظام السوري من أنه في المرة المقبلة التي تطلق فيها الدفاعات الجوية للنظام النار على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سيرد بتدميرها، على حد تعبير ليبرمان. وتتابعونا بعد الفاصل. القوات العراقية على مشارف جامع النور الكبير وسط الموصل. مقتل قيادي حوثي في مواجهات ساحل الحديدة في اليمن. في العراق باتت القوات الحكومية على قاب قوسين من تحرير جامع النور الكبير ومنارته الحدباء التاريخية في خلال عملية تحرير الموصل. تمكنت القوات العراقية من إحكام سيطرتها على المجمع الحكومي في منطقة الموصل القديمة، وواصلت التقدم باتجاه مسجد النور الكبير ومنارة الحدباء في المنطقة ذاتها.
وخضت القوات العراقية اشتباكات عنيفة سعيا للوصول إلى مركز منطقة الطوب وسط الشطر الغربي من مدينة الموصل واستعادتها من تنظيم داعش. ودارت المعارك بأسلوب حرب الشوارع في المنطقة التجارية من حي باب الطوب، وهي منطقة قديمة وشوارعها ضيقة ولا تتسع للعربات العسكرية. وإلى غرب الشطر الغربي من الموصل، ذكرت مصادر عسكرية أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية اقتحمت حيي نابلس والرسالة. هذا وأفاد مصدر أمني بأن القوات العراقية فرضت سيطرتها بالكامل على منطقة الموصل الجديدة في الجانب الغربي للمدينة، وباتت قوات جهاز مكافحة الإرهاب تسيطر اليوم على أكثر من 90% من مساحة الأرض المكلفة بتحريرها في المحور الجنوبي. وأكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري استسلام العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي للقوات العراقية. في غضون ذلك يتواصل تدفق النازحين المدنيين من الأحياء التي تدور فيها المعارك بين القوات العراقية ومسلحي داعش. وأعلن مدير مخيمات النازحين شرق الموصل رزقار عبيد أن القدرة الاستيعابية لجميع مخيمات المنطقة بلغت أقصاها ولم تعد قادرة على استقبال نازحين جدد، وتسبب سوء الأحوال الجوية في زيادة معاناة النازحين الذين تنقلهم القوات العراقية بعد إجراءات أمنية مشددة إلى شرق الموصل. بث الجيش المصري لقطات جوية لاستهداف سلاح الجو لآليات ومواقع لمسلحي تنظيم أنصار بيت المقدس والذي ينشط في شمال سيناء، ويظهر الفيديو استهدافا لعربة متحركة ثم صواريخ تضرب بعض الأهداف الأرضية. وأفاد متحدث باسم القوات المسلحة المصرية بأن سلاح الجو واصل دعمه لعناصر إنفاذ القانون في شمال سيناء، مؤكدا أن العمليات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل 18 تكفيريا في مدن العريش ورفح والشيخ زويد. تنطلق في الكويت تدريبات حسم العقبان بمشاركة قوات من جيوش دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقد وصلت القوات السعودية المشاركة في المناورات إلى الكويت، وأعلن قائد وحداتها العميد الركن محمد بن إبراهيم الربيع أن هذا التمرين المشترك يأتي ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وهو من أكبر المناورات على مستوى الشرق الأوسط. في اليمن تتواصل الإدانات المحلية والعربية والدولية بقصف الحوثيين مسجدا في مأرب متسببين بسقوط عشرات الضحايا، في وقت تتواصل المواجهات على جبهة نهم شمال شرق صنعاء وعلى جبهة الحديدة في الساحل الغربي. اليمن تحت هول صدمة سقوط عشرات الضحايا في قصف حوثي على مسجد في معسكر كوفل بمحافظة مأرب يوم الجمعة الماضي. الإدانات الدولية والعربية والمحلية للجريمة الحوثية متواصلة، وجديدها من مصر حيث دانت في بيان صدر عن وزارة الخارجية هجوم الميليشيات على المسجد، وأعربت عن خالص التعازي لأسر الضحايا مؤكدة وقوف مصر حكومة وشعبا مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني في المحنة. هذا ووصل فريق سعودي إماراتي من خبراء المتفجرات إلى صرواح لكشف نوعية الصواريخ التي أطلقها الإنقلابيون على المسجد، في وقت تشير المعلومات الأولية إلى أن الصاروخ إيراني ذو خطورة عالية. ميدانيا شهدت جبهة نهم شمال شرقي صنعاء معارك عنيفة ومتواصلة، قتل خلالها عناصر الميليشيات وأسر عدد آخر، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي تجمعات الانقلابيين ومواقعهم في تبة الكوكبان وقرية المجاوحة وغولة عاصم. أما في جبهة الساحل الغربي فقتل القيادي الميداني الحوثي محمد عبد حلوفة وعدد من مرافقيه في منطقة الجاح جنوب غربي محافظة الحديدة، حيث قصفت طائرات التحالف تجمعات وتعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة الجبانة وسط المدينة وفي منطقة الدريهمي جنوبها. وكشفت مصادر عسكرية وجود تعزيزات جديدة للميليشيات دفع بها المخلوع صالح تضم أكثر من 1000 مقاتل من قوات الحرس الجمهوري الموالية له إلى جبهة المخا في محاولة للحد من التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني شمالا في اتجاه مركز مديرية الخوخة وشرقا في اتجاه معسكر خالد بن الوليد. وفيما صد الجيش الوطني هجوما على جبل النار، دمرت طائرات التحالف عتادا عسكريا للميليشيات كان في طريقه لدعمها في مناطق البرح وموزع ومقبنة شرق المخا، حيث قتل أكثر من 45 مسلحا من بينهم القيادي الحوثي أمين حميدان.
كشفت السلطات الفرنسية تفاصيل جديدة عن مهاجم مطار أورلي الذي نشر الرعب في ثاني أكبر مطار ازدحاما في فرنسا. وأفاد المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان بأن منفذ الهجوم يدعى زياد بن بلقاسم ويبلغ من العمر 39 عاما، ووصل إلى مطار أورلي صباح السبت وألقى حقيبة تحتوي على عبوة من البنزين، وأمسك بمجندة كانت ضمن دورية عسكرية بالمطار واستخدمها كدرعا، ووضع مسدسه على رأسها وصاح في وجه الجنود الآخرين الذين كانوا معها قائلا: ألقوا أسلحتكم، ضعوا أيديكم على رؤوسكم، أنا هنا للموت في سبيل الله. اختتم وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون زيارة بكين بالاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على العمل سويا بشأن كوريا الشمالية وتنحية القضايا الشائكة جانبا. وأعرب الرئيس الصيني عن قناعته بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إلا أن تكون ودية، موضحا أن على البلدين تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية الساخنة وتبادل احترام المصالح الأساسية وحماية استقرار العلاقات المشتركة. في المقابل أكد تيلرسون أن ترامب يتطلع لتعزيز هذا التفاهم بفرصة للقيام بزيارة في المستقبل إلى العاصمة الصينية. نفذت كوريا الشمالية اختبارا على محرك صاروخي جديد في حضور رئيسها الذي أشاد بتجربة ناجحة اعتبرها ولادة جديدة لصناعة الصواريخ في البلاد. وأكد الرئيس الكوري الشمالي أن العالم سيدرك قريبا أهمية النصر التاريخي الذي حققته بلاده اليوم، وبدا واضحا أنه تم اختيار توقيت هذا الاختبار ليتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى الصين. تسببت الفيضانات الهائلة في البيرو إلى مقتل العشرات وتشريد مئات الآلاف وسط استمرار هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية لم تعرفها البلاد منذ عقود، وأدت الفيضانات إلى انهيار 100 جسر وخراب هائل في البنى التحتية ومحاصرة آلاف المواطنين على سطوح منازلهم بانتظار إنقاذهم. وقد نشرت الحكومة قوات الأمن والشرطة لحفظ الأمن بعد إعلان رئيس البيرو حالة طوارئ في نصف البلاد لتسهيل عمليات الإجلاء وتوفير المساعدات للمناطق الأكثر تضررا. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل عيد الأم مع وقف التنفيذ. وفي الرياضة الصفاء يقسو على النجم ويخرجه من كأس لبنان. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارع بطرس الراعي كيف يمكن إقرار الموازنة من دون إصلاحات إدارية ومالية تضبط واردات الخزينة، ودعا الراعي السياسيين إلى إخراج الدولة من حالة الاستتباع بوضع حد لممارسات الفساد والإفساد والرشوة والمحسوبية. لقد شهدنا هذه الأيام ويا للأسف تعثر الحكومة والمجلس النيابي في إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، ورأينا كلنا أن الفساد الطاغي والعبث بالمال العام سرقة وهدرا وإنفاقا تسببا بهذا التعثر. كيف يمكن إقرار الموازنة من دون إصلاحات إدارية ومالية تضبط واردات الخزينة والجباية ومرافق الدولة بهدف خفض العجز واحتوائه وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؟ وكيف يمكن إقرار سلسلة الرتب والرواتب وهي واجبة بفرض ضرائب على المواطنين المرهقين من أجل تأمين المال لتغطية موظفي القطاع العام، بدلا من إعادة المال العام المهدور إلى خزينة الدولة؟ أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري أن عملية استعادة الثقة تحتاج إلى شراكة كاملة، وقالت أننا كلنا ثقة بإرادة وشجاعة الرئيس سعد الحريري ليبقى لبنان وطن العلم والمعرفة.
برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا برئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، افتتحت نقابة المهندسين في لبنان مبنى النقابة الجديد في صيدا باحتفال في المبنى تخلله تكريم للنقيب الأسبق للمهندسين وابن مدينة صيدا صبح البساط، وذلك بحضور النائب ميشيل موسى ونقيب المهندسين خالد شهاب ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي وفعاليات. الحريري أكدت أن عملية استعادة الثقة تحتاج إلى شراكة كاملة بين كافة المكونات وكافة القطاعات الإنتاجية من أجل مواجهة التحديات واستكمال بناء الدولة الحديثة. إننا على ثقة بأن اللبنانيين يمتلكون كل أسباب النجاح والتقدم والازدهار، وكلنا ثقة بدولة الرئيس سعد الحريري وبإرادته وشجاعته باستعادة الثقة ليبقى لبنان وطن العلم والمعرفة والحرية والتقدم والازدهار. من جهتي أعلن شهاب رفض نقابة المهندسين فرض ضرائب على القطاع العقاري الذي يعاني من ركود منذ سنوات. المطلوب البحث فيما بين المسؤولين والقطاع الخاص وأولهم نقابة المهندسين لوضع حوافز تشجيعية لإعادة ازدهار الحركة العمرانية كما عرفناها سويا، خاصة في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندها يتم المراجعة في كيفية احتساب الضرائب على أسس صحيحة لكي يبقى القطاع مستمرا. وفي الختام قدمت الحريري وشهاب درعا تكريميا للبساط، ثم قاما بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية للمبنى. نفذت حملة جنسية حق لي ولأسرتي اعتصاما في ساحة رياض الصلح تحت عنوان عيد الأم مع وقف التنفيذ، من أجل المطالبة بإقرار مشروع قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية لأسرتها، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف المناطق اللبنانية. المعتصمات دعينا السياسيين لتنفيذ وعودهم بإنصاف النساء اللبنانيات رافضين التملص الحاصل بتحقيق المساواة التامة في قانون الجنسية، وطالبوا بوضع قانون منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء. في عكار عقد لقاء موسع تحت عنوان الأمن الروحي في مواجهة التطرف بهدف درء ومواجهة ومعالجة التطرف في المجتمع. تحت عنوان الأمن الروحي في مواجهة التطرف عقد لقاء موسع في بلدية برقايل بدعوة من جمعية الحداثة وبالتعاون مع مؤسسة أديان وبدعم من السفارة البريطانية في لبنان، وذلك بحضور مفتي عكار الشيخ زيد زكريا ومطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور والنائب نضال طامي وشخصيات. وهدفت الندوة إلى تفعيل الحوار وتعزيز التعاون لدرء ومواجهة التطرف في المجتمع ونشر ثقافة التنوع وتفعيل المواطنة. نقول لهم بكل صراحة، تريدون أمنا على مستوى العالم؟ اتركوا بلادنا تعيش بأمن وأمان، وكفوا عن التدخلات الخارجية، حينها سينعم جميعنا بالأمن والأمان. أنا ضد مجيء رجال دين مسيحيين ومسلمين من خارج لبنان وسوريا، وضد استيراد مدارس إسلامية ولا مسيحية خارج لبنان وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، لأنه لما بيجوا هدول في إمكانية كتير كبيرة بيكون مرحب فيهم، في إمكانية كتير كبيرة أن يزرعوا الخلافات والشقاقات. وثمن المجتمعون دور الخطاب الديني المعتدل للقيادات والمرجعيات الدينية في عكار، ودعوا إلى رص الصف والنأي بهذا الخطاب عن كل ما يثير النعرات والتشنج، مطالبين وسائل الإعلام ومقدمي البرامج الحوارية عدم استضافة أصحاب الخطاب المتعصب الذي يلعب دورا سلبيا في تجيش الناس نحو الفتنة. مطالبة الدولة بمزيد من الرقابة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بضبطها ومنع المتطرفين وأصحاب الفكر الظلامي من استخدام هذه الوسائل لأجل اللعب بعقول الفئات الشابة التي تقوم بدفعهم إما إلى رذيلة ومخدرات أو تطرف وإرهاب. كما أكد المجتمعون على ضرورة رفع الغطاء الأمني عن أي مجرم والضرب بيد من حديد حتى لا يفسح مجال لتنامي التطرف. يواصل رئيس الجمعية العالمية لجراحة الأورام السرطانية بالتبريد الدكتور فرانكو لونياني الإيطالي الجنسية والفريق المساعد من الأطباء عباس مظلوم وعماد مسعود ووسيم مدلج
العمليات الجراحية في مستشفى رياق العام، وهو الوحيد في لبنان والشرق الأوسط لهذا الاختصاص. وقد أجرى لونياني وفريقه الطبي عملية جراحية جديدة لاستئصال ورم السرطان في البروستات والكبد والرئة لأحد المرضى، وتكللت العملية بالنجاح. لونياني قال إنه بعد 5 سنوات من العمل في مستشفى رياق العام والنتائج التي تم التوصل إليها تثبت هذه التقنية نجاحها، مبديا رغبته واستعداده لتنفيذ هذه العمليات في لبنان حتى لا يضطر المرضى لإجرائها خارج لبنان. بعد إزالة جبل النفايات من أمام الواجهة البحرية لعاصمة الجنوب صيدا، افتتاح معرض زهور الربيع الذي يضم أكثر من 1,000,000 زهرة وشجرة ونبتة. بمناسبة عيد الأم افتتحت مؤسسة يارا جاردن التابعة لمجموعة الهبة جروب المتخصصة بزراعة وتصميم وتجهيز الحدائق معرض زهور الربيع. هذا الافتتاح رعاه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وحضره النائب بهية الحريري وفعاليات. بعد قص شريط الافتتاح جالت الحريري والسعودي والحضور برفقة صاحب المؤسسة محمد الحريري على أجنحة المعرض، مطلعين على ما يتضمنه من تشكيلات من الزهور والأشجار والنباتات. فعلا مشروع جريء ورائد، وبتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تزين المدينة كلها، مش بس شارع حسام الدين. كان إذا تطلع على الغرب بتطلع جبل الزبيلي كان، فيعني إحنا بالطريقة هذه يعني جملنا البحر والبر. جاء العالم تشجر بيوتها، واللي بده يزرع البرندات عنده، وال يعني لنجمل المدينة أكثر وأكثر. إشارة إلى أن هذا المركز الذي يمتد على مساحة 20,000 متر مربع في الجهة الجنوبية للمدينة خلف الجامعة اللبنانية يضم أكثر من 1,000,000 زهرة ونبتة وشجرة. والآن نصل إلى النشرة الرياضية، ويرافقنا فيها بعد لحظات الزميل عباس حسن. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. تأهل الصفا إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم بفوزه الساحق والمفاجئ على النجمة بنتيجة 4-1 اليوم الأحد. تأهل الصفا إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم بفوزه الساحق على النجمة 4-1 على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا. لا ينتظر الصفا الفائز من مباراة العهد والأنصار في المباراة النهائية. السنغالي تالانداي سجل هدف الصفا الأول على يمين الحارس أحمد تكتوك بالدقيقة 15 بعد تمريرة متقنة من عمر الكردي، وعادل عبد الرزاق الحسين النتيجة لفريقه بالدقيقة 30 بعد عرضية لخالد تكجي برأسه أنقذها مهدي خليل، وأكمل الحسين برأسه أيضا داخل الشباك. وضرب السنغالي دومينيك مندي دفاع النجمة بتمريرة قاتلة في العمق انفرد على أثر مواطنه تالانداي وسجل هدف تقدم للصفا 2-1 في الدقيقة 78. وبعد دقيقتين مرر عمر الكردي عرضية وصلت إلى انداي اللي بدوره أوصلها لقصاص ليسجل الهدف الثالث بالدقيقة 80، تجدر الإشارة إلى أن محمد قصاص يبلغ من العمر 41 سنة. وأكد الكردي تألقه في المباراة بعد تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 83، وبعد تمريرة من زين طحان وضعته منفردا ليمر عن حارس النجم أحمد تكتوك ويسجل في المرمى الخالي. ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليتخلص بذلك من لعنة المركز السادس والتي لحقته طوال فترة الماضية، وذلك بفوزه على مضيفه ميدلزبرو بنتيجة 3-1 اليوم الأحد في الجولة 29. البلجيكي مروان فيلايني حرز الهدف الأول، وجيسي لينارد الهدف الثاني، وأنطونيو فالنسيا الهدف الثالث، وذلك بالدقائق 30، 62 و93 على وجه الترتيب، فيما سجل رودي جيدست هدف ميدلزبرو في الدقيقة 77. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة ليرتقي للمركز الخامس متفوقا على الأرسنال وأفرتون بفارق نقطتين، أما ميدلزبرو فبقي في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن فريقي ليفربول ومانشستر سيتي لا يزال النتيجة أو لا تزال النتيجة بيناتهم 1-1، وهي المباراة صارت بالدقيقة 90. تعرض جنادي غولوفكين لضغط شديد من دانيال جاكوبس قبل ما يحتفظ بألقابه العالمية في وزن المتوسط بقرار من الحكام في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك،
وأسقط جولوفكين منافسه جاكوبس في الجولة الرابعة بلكمتين متتاليتين بيمنه، لكن بمرور زمن النزال أربك جاكوبس البطل الأوزبكي بالتحول إلى وضع القتال باليد اليسرى ليدافع بنجاح أمام قوة منافسه الخطير. وحسن جولوفكين سجله إلى 37 انتصار بلا هزيمة، بينما تراجع الأمريكي جاكوبس إلى 32. أحرز دراج فريق سكايز البولندي مايكل كوياتوكسكي لقب سباق ميلان سان ريمو للدراجات الهوائية، متفوقا على البطل السلوفيكي بيتر ساغان دراج فريق يورا في الأمتار الأخيرة. وحل الفرنسي جوليان ألافيليب من فريق كويك ستيب في المركز الثالث، أما المركز الرابع فكان من نصيب النرويجي ألكسندر كرياستوف دراج كاتوشا، والمركز الخامس الكولومبي فرناندو غافيريا دراج كويك ستيب، والفرنسي أرنو ديمار دراج اف دي جي بالمركز السادس، واجا الالماني ديكنو كولب دراج تريكي في المركز السابع، ودراج فريق كلوفيديس الفرنسي ناصر بوهاني في المركز الثامن، في محل تاسع الايطالي ايليا فيفياني دراج سكاي، وعاشر دراج اوريكا الاسترالي كاليب ايوان. الى اسبانيا حيث انتزع فريق ريال مدريد فوز ثمين وصعب خارج ملعبه بفوزه على اتلتيكو بلباو بنتيجه 2-1 في المباراه اللي صارت امبارح وضمن منافسات الدوري الاسباني لكره القدم، وهيدي المرحله هي 28 من الليغا، وهيك اللي بكون فريق ريال مدريد رفع رصيده الى 65 نقطه بفارق 5 نقاط عن ملاحقه برشلونه يلي راح يلعب اليوم امام فالنسيا في الجوله ذاتها، بينما تجمد رصيد بلباو عند ال 44 نقطه في المركز السابع. كما قلنا يختتم فريق برشلونة الليلة مباريات الجولة وعينه على تقليص الفارق مع غريمه التقليدي إلى نقطتين مجددا، فهل ينجح؟ يختتم برشلونة حامل اللقب الجولة 28 من الليغا اليوم الأحد عندما بيستضيف فالنسيا 13 في مباراة ستكون قوية. وكان برشلونة سقط أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 1-2 مقدما خدمة كبيرة لريال يلي استعاد الصدارة بفوزه على بيتيس. وكانت هزيمة برشلونة هي الأولى منذ خسارته القاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 0-4 في فبراير. وبعد 5 انتصارات متتالية 3 منها ساحقة على سبورتينغ خيخون 6-1 وسيلتا فيغو 5-0 سان جيرمان إيابا 6-1. ويجدد الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 5 مرات ومتصدر ترتيب الهدافين 23 هدف أمام زميله الأوروغوياني لويس سواريز، يجدد المواجهة مع حارس فالنسيا البرازيلي دييغو ألفيش. والتقى اللاعبين 16 مرة وتعود المواجهة الأولى إلى موسم 2008-2009 عندما كان البرازيلي في صفوف ألميريا، سجل ميسي 7 أهداف في 6 مباريات في مرمى ألفيش في تلك الفترة. وتتركز الأنظار على المهاجم البرازيلي الدولي نيمار صاحب الفضل الكبير في قلب برشلونة تأخره أمام سان جيرمان بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة لاكورونيا الأخيرة. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة 3-2 بركلة جزاء لميسي في الوقت القاتل، علما بأنه سحقوا 7-0 في نصف النهائي للكأس على ملعب الكامب نو. ويغيب عن فالنسيا ثنائي الهجوم سانتي مينا والبرتغالي ناني بسبب الإصابة، ما يعني أنه منير الحدادي مهاجم برشلونة السابق سيجد نفسه أساسي مرة جديدة. هذا كل شيء بالرياضة لهلا، عودي لك سلمان ولرشا. شكرا لك عباس.